احتفاء تركي بتعاظم القوة العسكرية للدولة، قوة تظهرها أنقرة واضحة في مناورات سميت بالوطن الأزرق، مناورات شاركت فيها القوات البرية والبحرية والجوية. لا خيار لتركيا إلا في امتلاك قوة بحرية ضاربة. نعلم جيدا بأنهم سيستكثرون علينا وطننا الذي نعيش فيه لو شعروا يوما أننا تعثرنا أو أصابنا الوهن. إن الأحداث التي خبرناها في سوريا والعراق وبحر إيجا وشرق المتوسط تؤكد من جديد هذه الحقيقة. فالعلاقة المتأرجحة بين أنقرة وأثينا والخلاف على الحدود البحرية عاملان يزيدان من لهيب مياه المتوسط، وتفاديا لأن تحاصر ضمن مياهها الإقليمية تعمل أنقرة على رفع جاهزيتها العسكرية تحسبا لأي تحرك قد يستهدف حقوقها شرقي المتوسط حسب ما يقول الساسة الأتراك. لكن الجاهزية العسكرية لم تلغي مسارات الدبلوماسية، فتبعث تركيا بإشارات إيجابية إلى مصر واليونان. إن تركيا ومصر لديهما قيم تاريخية وثقافية مشتركة. أؤمن بأن تفعيل هذه القيم يمكن أن ينعكس على حدوث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة. إن القرار المصري المتمثل باحترام الصلاحية البحرية التركية بالمتوسط يصب كذلك في مصلحة حقوق ومصالح الشعب المصري. يتسع البحر إذن بحسب المؤشرات لتقاسم المصالح الاقتصادية بين دول الجوار، لكن يخشى أن يؤدي الثقل العسكري الأمريكي قبالة السواحل اليونانية إلى اضطراب متزايد في المتوسط. أصبح البحر بين تركيا ودول الجوار صندوق بريد بلت أوراقه بالبارود، فبعد الحوار مع باريس تحاول أنقرة تخفيف التوتر مع القاهرة وأثينا من جهة، ومن جهة أخرى تمسك بزناد استعداداتها. أحمد غنام، العربي، اسطنبول.